نهاركم زين الناس الكل في تونس. موعدنا كل يوم كما قلنا من 10 لنص نهار على الوطنية الأولى، نتقابلوا معكم في مجموعة من الفقرات اللي نقترحها عليكم، مجموعة من الضيوف والأكتواليتي اللي تكون معنا ديما في الجزء الأولاني من الصبحية. ديما عنا لمتنا الجروب نتاع البرنامج هذايا الكل ولي كرونيكور نتاعنا، نتلموا على قهوة الصباح، نتحدثوا كيما أنتم زادة تنجموا تكونوا ملمومين في البيرو وإلا في القهوة وإلا في الدار وإلا في أي بلاصة، أنتم تتلموا مع ناس تحبوهم وتتلموا تحكيوا على الأكتواليتي وشنو اللي صاير في تونس ما بين البارح واليوم. كما العادة احنا نبداو مع رئيس التحرير. صباح النور مالك. صباح النور فاتن. صباح عندك مجموعة من الأخبار ما هيش عن نصبحوا على الأولاد. قبل صباح الخير محرز. صباح الأنوار. حسين بن عركزين. مرحبا. صباح النور. كما قلنا ديما في الفقرة هذية ديما نحكيو أكتواليتي، لكن خليني نذكركم أنه كما العادة تدخلوا زاد على صفحة التلفزة الوطنية وين تنجموا تلقاو اليوم دعوات تمشيو تتفرجوا في فيلم شرش لوليد مطار المخرج نتاعنا اللي باش يكون حاضر من بعد في آخر فقراتنا كما آخر الأسبوع. ديما نحكيو ثقافة في آخر الحصة نتاعنا حتى نعطيوكم برنامج المواعيد لنهاية الأسبوع وين تنجموا تمشيو تشوفوا أفلام مسرحيات وإلا عروض فنية أخرى. مالك نبدأ وش عندنا في الجرايد نتاعنا اليوم؟ في الجرايد هو ثم برشا أخبار الحقيقة ما نحاولوش ناخذوا، ممكن ثم أحداث ما نذكروهاش مش على خاطر مش مهمة ولا مش أكتواليتي، لكن نحاولوا ناخذوا مواضيع اللي تمس المواطن مباشرة. ثم مواضيع، ثم تحقيقات، ثم روبورتاجات هما في الصحف الورقيه. هذاك علاش خلينا نبداو بجريده الصباح ونحكيو على الفيروس H1N1 وما ادراك ما فيروس H1N1 والكلام اللي تقال عليها برشا والعباد ولات خايفه منه. هل انه اليوم نحكيو على وباء؟ هل انه نحكيو اليوم على فيروس استفحل برشا خطير؟ العباد ولات وين تقرب سورتو نعرفوا هاو يعرف محرز مع الطقس مع التقلبات الجويه اللي صارت برشا مرضوا بالفيروس الجريب ولاو خايفين نعملوا تيست عن H1N1 ولا عن جريب عاديه برغم اللي ما يعرفوش اللي ثم اكثر من نوع من الجريب هذا وامر طبيعي. جريده الصباح نلقاو مقال في الصفحه الخامسه يتحدث على الفيروس هذا، العنوان المديره العامه للمرصد الوطني للامراض الجديده والمستجده 45 حاله وفاه بفيروس H1N1 وامكانيه الارتفاع وارده. تقول المديره العامه للمرصد الوطني للامراض الجديده والمستجده اللي ال 45 حاله مرشحه للارتفاع. نعرفوا اللي طقس مازال بارد وثم امكانيه ممكن حتى تطورات كبيره في الفتره الجايه ويحكينا عليها محرز. لكن تقول ان المؤشر الوطني للمرض بلغ 7.2% اي يعني بتسجيل درجه. ما نحكيوش على وباء لهنا، نتحط على وباء وقت اللي فوق العشره. يعطيك الصحه. وقت اللي فوق العشره، وقت اللي نتجاوزوا ممكن النسب اللي كنا سجلناها قبل. لكن H1N1 والا فيروس عاديه والا راهو ثم حالات وثم كل عام حتى الاخصائيين كان في اكثر من لقاء يقول لك راهو ثم اصابات وثم عباد قاعده تموت. ما نحكيوش وقتها على الفيروس وعلى هكا حاله وبائيه بالقدر هذايا. احنا نتمنى انه الناس الكل ترد بالها حاجات بسيطه، نغسلوا يدينا، ما نقربوش برشا اذا كان لاحظنا لشخص اللي قدامنا مريض، اذا كان استوجب الامر انه نستعملوا بافيت علاش لي. ديما ردوا بالكم على صغيراتكم، ساعات زاده ما تلفوش برشا على خاطر زاده كي تلفوا برشا هذايا زاده ينجم يكون الريسك اكثر. اذا كان فما صغير مريض ما دبينا ما نهزوهش للروضه والا ما يمشيش للمكتب. استحفظوا على رواحكم وان شاء الله لاباس، وان شاء الله نرجعوا احنا الاسبوع الجاي نعاودوا نحكيوا كيفيه الوقايه وشنو هو الوضعيه العامه في تونس بالنسبه لH1N1. شكون اليوم يستحق الفاكسان وشكون لا، وهل انه معناها اليوم وصلنا لوضعيه كارثيه في الصحه والا لا. جريده الصحافه في صفحتها التاسعه ترجع على التحركات الاحتجاجيه الاخيره وحالات الانتحار استنادا ندوه صحفيه للمنتدى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. اكيد المنتدى من مشمولاته يحكي على المواضيع هذه. نلقاو عنوان الحكومه مطالبه بفهم التحركات الاحتجاجيه والاصغاء لمطالب الشباب. رئيس المنتدى حكى واعطى برشا تفاصيل علاش فاتن اليوم في التحركات اللي شفناها مؤخرا كتهشيم وكتكسير شباب لقينا صغيرات بين 12 13 سنه ثم حتى 16 و17 سنه. نتسائلوا اليوم علاش لقينا الشباب هذاك في الشارع؟ علاش يحتج الشباب هذاك؟ وقتاش عاش البطاله؟ وقتاش عاش كما نقولوا احنا معناها وضعيه هشه برغم اللي مازال عمره صغير؟ بلغه الارقام فاتن يقول رئيس المنتدى اللي 116,000 طفل في 2016 انقطعوا على الدراسه. يعني تيوريكمون اليا خلينا نقولوا تلقاهم في الشارع للاسف اذا كان ما يتمش تاطيرهم ولا انتدابهم والا تكوينهم باش تلقاهم في الشارع. واول ما يلقاو تحرك ولا حاجه باش يحاولوا انه يكونوا موجودين فيه، لكن بطريقه معناها خايبه كما شفناها في بعض الاحياء الشعبيه. هو كان جاو يتحرك وعندهم شعارات وعندهم مطالب، هذا مسموح هذا بالقانون هذا مكفول، لكن انه كما شفنا معناها تحركات في الليل وتكسير وسرقه وبركاجات للناس هذا اللي ماهوش مفهوم. على فهم الاولياء لازمهم يشدوا صغيراتهم. اذا كان الطفل انقطع على الدراسه وما كانش مؤهل باش يكمل قرايته والا صارت ظروف معينه ما فيها باس يتكون يشوف حاجه اخرى يشوف له
صنعة تكوين مهني، شوف له أي حاجة تنجم. ثم دور الجمعيات ودور أي. الشباب وثم فضاءات أخرى تنجم تستقطب الشباب هذوما. نمشي ومن جريدة الصحافة لجريدة الشعب، نلقاو مقال يتحدث على وضعية قرى الأطفال لأسواس اللي نعرفوهم برشا، نعرفوا احنا أسواس قمرت فقط، لكن اللي ما نعرفوش اللي ثم أكثر من معناها قرية في 4 ولايات في انتظار تمويلات وإجراءات تضمن استقلاليتها المالية عن الجمعية العالمية لقرى الأطفال، أزمات مالية وبعضها مهددة بالغلق، وقرابة 1400 طفل مصيرهم مجهول. فاتن اليوم عنا في قمرت أسواس قمرت، عنا في سليانة، عنا في المحرس في صفاقس، عنا في أكودة في سوسة، فيهم 1300 طفل اللي مش معروف أنه اليوم القرى هذه تمول فيها جمعية عالمية، جمعية قرى الأطفال العالمية، لكن يظهر لي ثم عجز مادي كبير، والجمعية العالمية هذه ما عادش قادرة باش تمول القرى هذوما. فاليوم معناها إذا كان ثمش تمويل من جمعيات وإلا من ناشطين في المجتمع المدني مهدد بالغلق في غضون 2020، وهذا خبر خايب برشا، لأنه ثم وضعيات هشة، ثم أطفال مهدين اليوم ما فماش الحل البديل. نعرفوا اللي العدد القليل برشا نتاع الجمعيات اللي تفتح بيوت لإيواء الصغيرات هذوما عددهم صغير برشا، وهي بيدها زادة تعرف صعوبات، فيظهر لي من هوني ل 2020 وقيت باش نلقاو الحلول من توا، باش نعملوا حملات توعويه، باش نعملوا ديكوليكت، باش تكون اكثر زاد اس او اس. احنا ديما كيما قلت احنا ديما كي نقولوا نقولوا اس او اس قمرت، الاس او اس الاربعه اللي موجودين في تونس مع بعضهم لازم يعملوا اكثر من برنامج حتى الناس تساهم، حتى الناس تجي، علاش ليه متطوعين؟ معناها فما برشا طرق نجموا نحاولوا ان ننقذوا الاس او اس باش ما تكونش معناها مائله انها تتسكر الصغيرات هذوما. نختموا بجريده المغرب اللي فيها عوده على المؤتمر الحدث، مؤتمر منظمه الاعراف، ممكن الحدث مش المؤتمر بقدر استقاله ولا انسحاب وداد بشماوي رئيسه سابقه لمنظمه الاعراف. العنوان نلقاوه في جريده المغرب في اللايون نتاعها، المؤتمر الانتخابي 16 لاتحاد الصناعه والتجاره والصناعات التقليديه، مهمه المكتب الجديد مثقله بالملفات الاقتصاديه والاجتماعيه العالقه، وكيف كيف عوده على وداد بشماوي. نلقاو العنوان بعد 7 سنوات وداد بشماوي عرفت الاعراف. يظهر لي الانسحاب المفاجئ اللي تبعناه الناس الكل وبرشا كانوا رسائل، هذا هو كان توقعوا من خلاله انه برشا كانوا قالوا انه الطريق مفتوح قدام وداد بوشماوي، لكن تقرر هي الانسحاب وتختار انها تفسح المجال لغيرها. تم كيف كيف انتخاب سمير مجهول رئيس جديد للاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه، لكن برشا شافوها بادره باهيه للتداول على السلطه، ما فيها باس اليوم راهي الانتخابات، راه كل مره لازم يطلع اسم. فدينا من انه ديما نلقاو نفس الاشخاص. صحيح تحيه لمدام وداد بوشماوي للدور الكبير اللي لعبته في فتره من فترات في البلاد، لكن التداول على السلطه راهو باهي ومهم. باهي، هذه ظاهره صحيه ديمقراطيه في تونس جديده. احنا مواصلين معكم كما قلنا حتى النصف النهار، مازلنا باش نتحدثوا على اخبار الفيسبوك والانترنت وكل الوسائل للتواصل، وكيف كيف زاد احوال الطقس بعد شويه مع محرز. لكن نذكركم اذا كنت تحبوا تمشيوا تتفرجوا في فيلم شرش، فيلم للمخرج وليد مطار اللي باش يكون معنا اليوم في اخر البلاتو نتاعنا، باش يكون عندكم دعوات موضوع على ذمتكم، تدخلوا على صفحة التلفزة الوطنية كما العادة تعملوا جيم وتكتب انك تحب تمشي تشوف الفيلم، فتكون موجود معنا بعد في القرعة النهائية، ونعطيكم اسامي ناس اللي باش تكون عندها دعوات مجانية تمشي تتفرج في الفيلم التونسي هذية مع نهاية الأسبوع. نذكركم زادة انه باش نحكيو على حاجة هامة برشا بالنسبة لبرشا برشا برشا توينسة وعندها إقبال كبير. اليوم باش نتحدثوا على الفريب، علاش الفريب في تونس الأسعار مشية وترتفع، في المقابل زادة نلقاو انه يكتسح الأحياء الراقية في تونس، وفي مقابل زادة حاجة أخرى نلقاو أنه حتى الفئة اللي مهتمة وتمشي ولات كليونات الفريب ما همش هما الطبقة المتوسطة ولا اللي أقل اللي متعودين بها. الناس الكل اليوم في تونس تمشي للفريب. باش ناخذوا أكثر تفاصيل من بعد مع ضيفنا باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو، برشا زاد مواضيع أخرى، لكن خليني نمشي نعمل طلع على أحوال الطقس إذا كان مازلتوا ما خرجتوش. هات نسمعوا محرز شنو يقول لنا على أحوال الطقس اليوم. هو الطقس البارح تميز بمجموعة من التغييرات، برشا ريح خاصة في سواحلنا الشمالية، حتى في جهة الحمامات صحبت شوية البارح العشية، ونزول بعض الأمطار ضعيفة والمحلية كما توقعنا في ولايات بيجة بنزرت جندوبة تقريبا سجلنا مليمتر وحيد في عين درهم. إنما اللي قابله ممكن اليوم في الساعات الأولى هو استقرار نسبي، رجعت الشمس هذه اللي نتوقعوها اليوم، وما زالت فاعلية الرياح متواصلة. ردوا بالنا نحكيو على رياح قوية بالمناطق الساحلية، تقريبا
معناتها مازالت في مستوى 40 60 كيلومتر في الساعة، وخينا البحارة مازالوا معنيين بالتنبيه بالتحذير. البحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب، ودرجة حرارة تعتبر نسبيا أعلى شوية من المعدات العادية اللي تميز الفترة هذه، واللي هي تبقى أرقام مقبولة. اليوم مازلنا نتوقع 18 في تونس العاصمة، نتوقع أيضا 18 في نابل، أقل في زغوان في بنزرت 17 درجة، 16 في سليانة، نتوقع 16 في جندوبة، 14 درجة بالكيف، و 15 في باجة بمناطق الوسط. كالعادة نسجلوا على الأرقام بالقيروان 19، نتوقع اليوم 17 بالمهدية، نتوقع 18 بسوسة بالمنستير، 16 بالقاسرين، 17 بسيدي بوزيد، بمناطق الجنوب في حدود 17 في قابسة، 19 بتوزر بقبلي، 18 بسفاقس، 17 بقابس بمدين وبتطاوين. الاستقرار هذا يكون ملموس أكثر يوم الغد إن شاء الله مع هيمنة المرتفعات الجوية. المرتفعات الجوية عادي جدا تعطي الأجواء الدافية، الأجواء المعتدلة غدوة، نتوقع صعود درجة حرارة المستوى 17 22 درجة بأغلب الجهات، ممكن تتوصل أقل في المناطق الجبلية الغربية لبلادنا في مستوى 15 درجة. البحر غدوة يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب، والاستقرار هذا ما يغلطناش صورة اليوم تجينا كالعادة من التلفزة التونسية واللي هي أسماء صافية، إنما تحمل في طياتها ممكن مجموعة من التغييرات إن شاء الله في نهاية الأسبوع. أنا كي قلت لي استقرار بديت نفرح، خاطر قلت بدينا نقربوا للويكاند، الصغيرات كملوا الامتحانات، فرصة إنه نخرجوا نتفردوا. عندك فكرة على حوالي الطقس ولا نستناو غدوة إن شاء الله؟ ولما حلقة قلنا البسوا دي كشكول، كنا لبست لي كشكولات، قعد هو حسام في البلاستو اللي كشكول، وأنا هكا جبت معي على ميتي معني قال باردة. هي باردة الصباح بالحق، نحكيو على درجات حرارة تقريبا دون العشر درجات، ويقابلها أجواء دافية في الظهر، وكما حكينا على تغيرات سريعة اللي ممكن ما يتقبلهاش جسم الإنسان، وتفالي ممكن خاصة باش يكون ملحوظ غدوة ما يغرناش، نتوقعوا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إن شاء الله بداية من السبت ولا حد. بشائر الامطار، امطار باش تبدا ان شاء الله في مناطق الجنوب بفعاليه اقل، ممكن في الشمال في الوسط نهار السبت، وتبقى متواصله بالنسبه لنهار الاحد في الشمال في السواحل الشرقيه. البحر يكون شديد الاضطراب بدايه من نهار السبت ان شاء الله بكافه المجالات البحريه، واليقظه مطلوبه. بالنسبه لخيانا البحاره، معلومة اليوم حبيت نحكي على الجانب الحركي. الجانب الحركي حكينا على درجات حرارة ممكن في المداخلات السابقة، أنت حكيت على فيرم شرش، والناس الكل تحكي على الشرش، واللي هي هذه الاتجاهات المعمول بها واللي يعرفوها البحارة. معلومة الرياح كيفاش نقيسوها؟ نقيسوها احنا ديما نسمعوا شرش وشلوك، لكن في الأغلب ما نعرفوش معناها. هي اتجاهات يعرفوها بالباهي البحر. الشرش هو رياح شماليه غربي، السماوي هي رياح شماليه، البراني رياح شماليه شرقيه، رياح شرقي رياح شرقيه، غربي غربي، فما القبلي هي رياح الجنوب، شلوق رياح جنوبيه شرقيه، والجنوبيه الغربيه هي رياح الباش. أداة قيس ممكن سرعة الرياح نجمو نشوفوها مع بعضنا، بالفرنسية تسمى أنيمومتر، هي عادة تلقاها مرتبطة بأجهزة القيس وتعطي سرعة الرياح بالمتر في الساعة، إنما ممكن الوحدة المعروفة عند البحارة هي العقدة، العقدة هي الميل في الساعة، والميل هو تقريبا 1.8 كيلومتر. هذه معلومة اليوم. سامحني فاتن محرز فقط، ثم خاطر الناس الكبار نعرفوهم يقول لك ثم تقنيات اخرى يقيسوا بها قوه وسرعه الريح تقليديه على الاخر، معناها مش بالضروره التقنيات المتطوره هذه ولا كما اللي كنت تحكي عليها ولا كما شفنا في التصويره. يعني تصور لو كان عندهم قبل ما تجي التكنولوجيا معناها والطرق المتقدمه. فما المونش اللي ممكن تشوفوها هكا ساعات، المونش تلقاها كل مونش نتاع المريول، وتلقى فيها دو كولور احمر وابيض، وكل بوند هي سي ليكيفالون تاع 5 نو، معناتها هي ما يقارب خمس عقد. اذا كان نفخ الريح كلها تعبيت تعبيت ما تخلط هذيك، تخلط حتى 30 عقده، 30 عقده اللي هي تقرب 60 كيلومتر في الساعه. وهذه هي وسائل تطورت على خاطر نعرفوا في الاخر مجال استعمال المعلومه الجويه مش كان بالنسبه للمواطن العادي، انما عندها اهميه كبيره خاصه على مستوى حركتي الملاحه البحريه والجويه وفي المطارات والطيران المدني، هذه ممكن الاهميه الكبيره. يعطيك الصحه محرز، هذه كانت معلوماتنا اليوم واحوال الطقس مع محرز اللي تلقاه معنا كل يوم ابتداء من العشره، باش نكملوا مع الاكتواليتي. لكن المره هذه نمشيو لحسام، واش عندنا في الانترنت ووسائل التواصل؟
مرحبا باش نحكيو على وسائل التواصل الاجتماعي. انت عاقل ملي قعدت غادي اليوم ما قلت حتى كلمه. الحقيقه مش عاقل. نسكت خير خاطر كنت نقول على محرز نزيدوا فقره اسمها كل يوم معلومه. اي كل يوم معلومه. خليني مع عقل احكي على الفيسبوك خير. اي احكي على الفيسبوك. بالنسبه للفيسبوك انا مش نحكي فيسبوك وركا باش نحكي فيسبوك ومواقع الالكترونيه لانه كما قالت مالك مرفيت الجرائد الورقيه عندهم ازمه كبيره اللي خلى بعض برشا من الجرائد ولاو الكترونيه وتو نحاولوا نعطيهم الفرصه نحكيوا عليهم في تار معناتها حتى يزحموا في الصحف الورقيه اليوم. وما ننساوش انه الافونتاج الكبير نتاع الجرائد الالكترونيه هي حكايه التحيين الميزاجور، معناتها تهبط المعلومه تو تتحط تو ما تستناوش البوكلاج وتهبط الجريده من بعد وكل شيء. باش نحكي تو على موضوع يمكن كنا قلنا من البارح اللي هو ممكن ياسر يعمل جدل كبير ياسر وحكايه تمتيع بعض الشبان العاطلين عن العمل بالصحه المجانيه. الموضوع هذا عمل برشا جدل وبرشا ناس ما فهمتش شنو الحكايه وبرشا في بالهم اي انسان بتال معناتها راهو بشيخ ومعناتها يتمتع بالرعايه الصحيه المجانيه وفي المستشفيات العموميه التونسيه. لهنا السيد وزير الصحه كان خرج البارح وكان عمل تصريح وكما راهو لهنا التصريح هذا حاول يوضح فيه شنو الحكايه. قرروا بدايه من افريل مازال فما معناتها فيفري ومارس في افريل باش يبداوا يطبقوا الحكايه هذه وقرروا باش ترصد اعتمادات توصل 500,000 دينار. ماهيش برشا 500,000 دينار اما كما قال هو قرروا وعندنا صعوبه كبيره ياسر في التمويل نتاعها رغم انها معناتها مبلغ ما تسميش كبير برشا اما فما صعوبه في التمويل ولهنا قال انه راهو مش الشباب الكل باش يكونوا يتمتعوا بها الحكايه فما شروط معناها فما شروط من بعد توا يهبطوها معناتها الليسته نتاع الشروط احنا بطبيعه نوفيكم بها معناتها كان فما حاجه باش جوست يعرفوا الشباب راهو مش اي انسان بطل راهو معناتها عنده الحق في الرعايه الصحيه المجانيه لانه فما برشا شروط وفما برشا اولويات وفما ناس تستحق اكثر من الناس. فاتن في النقطه هذه فقط في التعليق لانه اثارت الجدل البارح فما شكون قال وكانه الحكومه اليوم تراجعت على معناها قراراتها والا على الاجراء اللي خذته والا خذت اجراء وقتها لامتصاص الغضب واليوم هكا تراجع القرار هذا مش صحيح لانه الحقيقه معناها احنا قلناها وكنا نقولوا انه لازمنا نكونوا عقلانيين لانه مش قادر اليوم ميزانيه لا وزاره الصحه ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه باش تحمل اكل العدد الكبير هذاك. يعني ماذا بينا تكون الحكايه تدريجين انه 600 قرابه 600 الف عاطل عن العمل مش باش ينجموا اليوم يغطيوا معناها الرقم هذاك الكبير فما فيها باس ناخذوا بدرجات ولا ناخذوا بمجموعات لين معناها يتم تسويه كل الوضعيات بالاولويات نصور الناس اللي عندها اولويات صحيه معناها بالاساس كما قلت انت الاولويات باش تكون صحيه معناتها فما حاجه يمكن انا حبيت نعديها اليوم الصباح اما تصور خايبه شويه هي حكايه المداهمه اللي صارت لي مخزن معناتها للحوم مخزن معناتها المواد الغذائيه في جهه الكرم المداهمه كانت خايبه لانه خرجت تصاور خايبين على الاخر شوف شنو قاعدين ياكلوا التوانسه طن من الشاورما الفاسده 200 كيلو من الفارينه الوفيه لمده الصلاحيه نتاعها تقريبا 200 كيلو من البصل الفاسد هذا من الكل كانوا معدين باش يدوروهم على المطاعم على الريستورانات والناس باش تاكلهم معناتها هنا فما خوف كبير ياسر عند التوانسه من الحكايه هذه انا معناتها في الموضوع هذا يمكن عندي راي عكس برشا ناس الشيء هذا كان موجود من قبل صحيح فما ناس ما تخافش لكن ما كانش مسلط الضوء عليه كما اليوم افكتيفمون هذا هو الباهي الباهي انه ولا تو مسلط عليه الضوء قبل ما كناش نراو لكن مسكين التونسي شو باش ناكلوا فاتن ناكل الحوت غالي اللحم غالي ماكله في الشارع تخوف القله غاليه اي لازم زاد الانسان يعرف شنو ياكل وين ياكل حتى اذا كان نعرفه صعيب باش تقول انه ما تاكلش في الشارع لكن تجي معناها ساعات ظروف ساعات خدمه ساعات ديبلاسمون يحكم انك تاكل في الشارع لكن زاد تعرف شنو تاكل وترد بالك خصوصا الصغيرات اليوم لازمنا نتفاداو معناها بدرجه كبيره انهم ياكلوا في الشارع اما فات الحقيقه كلام حسام صحيح راهو موجوده الظواهر هذه ومن قبل ومن سنوات وثم ناس تتجاوز وثم ناس تخدم ضمير وثم ناس لكن معناها ما كناش نسمعوا يعطيك صحه تأدي عندها الشروط الصحيه الكل في معناها السلع المعروضه اللي عندها لكن ما كناش نسمعوا بهم خاطر ما كانش مسلط الضوء على ممكن عمليات المراقبه الصحيه وما كانش عندنا مثلا قبل شرطه بلديه كما اليوم ما كانش عندنا معناها اعلام يكشف ويعطي ببلغة الارقام ولا بالكميات المهوله اللي قاعدين نشوفوا فيها والتصاور اللي قاعد نشوفوا فيها ما هو حسام اختار انه ما يورينيش التصاور صباح ما نبداوش حبوا الحاجات الباهيه صباح وباش نحكي حاجه اخرى هي عندها علاقه بحاجه ايجابيه لانه فما شكون حكي على نوع من الارهاب الغذائي اللي هو لا يقل معناتها خطوره على الارهاب اللي اخرين نعرفوه احنا اللي صاير معناتها يظهر لي عنده مشكله لانه تونس تكلاسيت معناتها عندهم 43 ايام التالي والبلد الاول افريقيا في الامن الغذائي وهذا فما مؤشر في افريقيا بالمؤشر جابوا 2.68 كان تونس هي الاولى
قبل بلدان كبيره، قبل حتى جنوب افريقيا، معناتها هذا يثبت اللي تونس معناتها ماشيه في ثنيه ساعه في الامن الغذائي. تصير حاجه هكا ولا هكا ثم يكون عندها معناتها تاثير كبير ياسر على سمعه تونس، واحنا ما نحبوش الشيء هذا يكون موجود. ان شاء الله اكيد لا. نكملوا في سمعه تونس، باش ناخذوا توا سمعه التوانسه اللي يعيشوا لبرا، باش نحكي المره ذي على شباب من تطاوين هما اصيليين من منطقه تطاوين، ما يعيشوا لبرا في اوروبا، فما اللي يعيش في فرنسا، فما اللي يعيش في المانيا، فما اللي يعيش في ايطاليا، قرروا انهم يعملوا حمله. الحمله هذه خصوها باش يترفوا فلوس يعاونوا المضرين من الفيضانات نتاع منطقه ميرت الاخيره. لموا مبلغ محترم واختاروا انهم يسلموه مباشره للناس اللي تضروا من الفيضانات. مبادره ممتازه جدا، ما نساوش انه معناتها اولا انه التوانسه الوطنيين، لانه التوانسه معناتها في المكان في الداخل او خارج ارض الوطن اكيد راه عنده معناتها الجذور نتاعو تربط بتونس، معناتها ويقعد ديما يحب تونس ويعاون تونس في اي مناسبه. وثانيا انه ولات عندهم علاقه مباشره، كان كل واحد يخم على منطقته ويحب منطقته ويعاون باللي نجم. صحيح. يظهر لي نجم نقصوا برشا صارت وصارت حتى في الوردانيين مؤخرا، زاد شفنا صفحات على الفيسبوك اولاد الوردانيين خارج تونس نظموا بعضهم ولاو ينظموا في المدينه يعاونوا في بعضهم. فقط فاتن مثالش نجم انا فاتن حسام محرز نجموا نعاونوا ابنائنا في الجنوب في الشمال الغربي. يمكن زاد مالك لو كان ابناء الجهه يتكفلوا بجهتهم تولي مركز اكثر، يعرفوا حاجياتهم، يعرفوا النقائص، يعرفوا العائلات اللي تكون مستحقه اكثر، لانه الناس تعرف بعضها في حومه صغيره. فيظهر لي تكون ناجعه اكثر الحكايه من انه نعملوا حملات في المطلق، لانه هذا موجود، فما جمعيات تتنقل تمشي للجهات، لكن كي تبدا مركزه اكثر تولي يمكن عندها جدوى خير. من توا فات نبداو نحضروا، انا فقط حبيت ملاحظه لانه ساعات نستناو الا ما تصير الكارثه باش نعاونوا ولا نعملوا كوليك. الشمال الغربي ثم متوقع يظهر لي محرز ثلوج في الفتره القادمه ولا برد ولا مطر، ما نعرفش انا، ما نجموش نتكهنوا معناها على من بعيد. اما خلينا نقولوا اللي ما فيها باس ناخذوها عبره كما عملناه الوقت اللي العباد غرقت، وقت اللي العباد استحقت ما لقاوش منين، ما فيها باس نعودوا نستبقوا باش نعاونوا بعضنا باش ما نوصلوش الوضعيات اللي شفناها عملناه الوقت اللي صارت تطورات كبيره. صحيح. وهذا بطبيعه تخدم باش هي معناتها التوعيه عند الصغار، من تو خليه يحب الجهه نتاعو، خليه يكون فخور بالجهه نتاعو، حتى اللي يعيشوا لبرا معناتها اولاد الجيل الثاني والثالث الهجره، خليهم يحبوا المنطقه نتاعهم ويحبوا بلادهم، بطريقه انه يولي كل ما يروح يعاون، ولا تونسي يكون يغار على منطقته حتى كان مشى ولا خرج ولا مشى لاي بلاصه ينجم يكون يحبها برشا. باش ناخذ توا خبر عالمي، يمكن هذه خبر كنا نبهنا معناتها قبل وكنا حكينا، والبنك المركزي خرج بليغ معناتها خصيصا في الموضوع هذا، هي حكايه البيتكوين. البيتكوين باش نفسروها بعجاله، اللي هي عمله رقميه افتراضيه معناتها مش ملموسه، مش موجوده، لا تخضع لسلطه اي من البنوك المركزيه في العالم، ومازالوا ما يعرفوش التداول نتاعها يتم الكترونيا، معناتها انا نبيع لك حاجه تخلصني الكترونيا بالبيتكوين. في وقت من الاوقات سومها وصل 19000 دولار. وصل سوم قياسي معناتها، وبرشا ناس معناتها وقتها قالوا بداوا يحكيوا على فينومين اسمه فينومين البيتكوين. والحكايه معناتها في تونس معناتها كونسيرني بالحكايه هذه، لانها جزء معناتها من العالم الرقمي وجزء كبير ياسر، لانه برشا تونس قاعدين يستعملوا فيه البيتكوين. اللي صار انه صارت فما تحذيرات، قالوا ردوا بالكم لانه راهو ما فما حتى رقابه على العمله هذه. اللي صار البارح شنو؟ صارت شوت كبيره ياسر من 19000 طاحوا ل 10000. ويقال انه باش يكون حاجه اسمها اللي في نتاع اللي في توليب يسميها. اللي في توليب اللي صار قبل الحكايه كما هكا حكايه البيعان وشارين نتاع زهره التوليب في هولندا. قال لك ممكن ياسر باش تصير شوت اللي اكثر برشا من 10000. معناتها راهو الناس اللي باهي راهو كنا نتعاملوا معناتها بحاجات رقميه، وباهي ياسر كي نكونوا ان. اما باهي زاد كل واحد يكون ضامن روحه، لانه برشا ناس حطت انفستيسمون وحطت برشا فلوس في العملات الافتراضيه هذه، وبعد في الاخر يلقى روحه اللي هو وتوا كي باش تصير شوت تولي الناس الكل تبيع، وكي تولي الناس الكل تبيع بزيد شوت واحده اخرى. هذا يعرفوها الناس معناتها الخبراء في عالم الاقتصاد. هي بورصه، ما هي بورصه افتراضيه ماهيش تابعه للبورصات العاديه معناتها اللي قاعدين يتعاملوا بها العباد. هذه يمكن عملت البوز برشا في الانترنت البارح، وغطات حتى شويه على حكايه اعتزال اللاعب البرازيلي اللاعب معناتها تنجم تقول الصوره من اساطير كره القدم رونالدينو. رونالدينو كان اعتزل بصفه رسميه البارح، كان هو اعتزل قبل ما عاود رجع. قداش عمره حسام توا؟ هو تقريبا من مواليد عام 80، معناتها توا في عمره 38 سنه، فما شكون مازال يكور في عمره. ورغم ذلك رونالدينو معناتها لاعب كبير ياسر. الناس بدات تحكي على تاريخه، بدات تحكي شنو عمل وشنو معناتها زاد كره القدم العالميه، وفما الاكثر من هكا انه قرينا معناتها دي ميساج قويين برشا من زميله في المنتخب الوطني البرازيلي نيمار جونيور، كان قال عليه كلام معناتها سبيسيال برشا، وهو احسن لاعب في العالم
ميسي اللي كان كور معاه قبل في برشلونه كان قال عليه كلمه مؤثره برشا، الكلمه هذه برشا تنقلوها على مواقع التواصل الاجتماعي وخليت معناتها ظهرت بطريقه معناتها لا نقاش فيها، انه كي تبدا لاعب وتبدا اسطوره راهم ينساك حتى حد وتفرض روحك على الناس الكل. لكن للاسف في كره القدم فاتن كما في الرياضات الكل ثم عمر معين معناها للانسحاب من المشهد خليني اكيد نقول ولازم تقف الكارير غادي. هو راهو كره في كره القدم لانه هذه معناتها لازمتها الروندمون فيزيك، اما فما برشا ناس كما زيدان مثلا، زيدان وقت اللي انسحب من كره القدم مشى عمل فورماسيون في التدريب مشى عمل هو يمكن الكارير سيغ تيغان تيقف، لكن من المفروض انه ملي يبدا يقرب شويه للعمر نتاع اللي باش ينسحب فيه يبدا يخمم فيما بعد في المرحله اللي بعد شنو اللي باش تكون. هذا اللي كان عندك حسين نعم. يعطيك الصحه ميرسي بوكو. هذه كانت فقراتنا بالنسبه للاكتواليتي. انا زاد نقترح عليكم البارح كنا طلبنا منكم انكم تبعثوا تصاور اللي عنده تصويره من جهته من حومته من بلاده يحب يوصل ظاهره حكايه وضعيه حاله اجتماعيه اي حاجه مزيانه والا فيها مشكل ينجم يبعث لنا تصاور على صفحه التلفزه الوطنيه. البارح وصلونا تصاور من بيجه الشماليه من منطقه اسمها التويتيه، برشا تصاور فيهم وضعيه الطريق اللي الناس صغار وكبار ما ينجموش يتعداوا لانه غارقين لانه ما فماش كياس اصلا. هذه الصور قدامكم على الشاشه، الناس ما تنجمش تتعدى، ما تنجمش تمشي تقرا، ما تنجمش تمشي تداوي. ماذا بينا لو كان الساده المسؤولين نشوفوا حل للناس هذوما كما قلنا منطقه التويتيه من بيجه الشماليه. ان شاء الله يا ربي يكون فما حل. وهذه كانت التصويره، وانت زايده اذا كنت تحب توصل صوتك وتوصل وضعيه قريبه منك ما عليك كان تهز تليفونك وتصور وتبعث لنا على صفحه التلفزه الوطنيه باسم برنامج في تونس توصل لنا تصاور. وشكر كبير لفريق الاتصال اللي قاعد يخدم معنا في خدمه كبيره على صفحه التلفزه. مكملين معاكم، شنو رايكم نقترح عليكم نمشيو نسمعوا شويه موزيكا قبل ما نرجعوا نسمعوا الموزيكا هوني في البلاتو باش تجيب حذينا ناجحه جمال فنانه تونسيه نسمع معها شويه هكا فن في الصبحيه الحلوه هذيا ناخذوا معها شنو اللي عندها جديد بعد ما نسمعوا احنا شنو نسمعوا؟ نسمعوا مينا فيخت هي وحيده اختيار ياسر مزيان صباح اليوم تفضلوا. ويا لالا ويا يما على المشينا وبعد اللي مشات يا ولي الدار وبطلنا والنفحه ضهرت يما على المشينا.
مشينا بعد اللي مشاك يا ولي طارت وبطلنا واوينا في حضارت يا الله. أمينة فاخت غنت لنا المشينا، هكا الجو نتاعنا التونسي مواصلين، وزاد حتى في البلاتو نستقبل وحدينا ناجحة جمال. صباح النور، نهارك زين. صباح الورد فاتن، وصباح الورد لكل التونسيين اللي يتفرجوا فينا في تونس. مرحبا بك على الوطنية. واحد عنا مدينة ما شفناكش، فاش غادسة فاش تحضر؟ أنا عندي مديدة ما شفتنيش، وأنا عندي مديدة ما شفتك زيادة. أي صحيح، أنا غبت شوية على من وقتاش احنا ما تقابلناش. أي ثمانية سنين. أي تعديت معاك في آخر حصة في مع سي عبد الجبار البحوري يذكروا بالخير. اي اي فك الفاريتي الحلوه اللي ما احوجنا ليها توا، دي فاريتي كيما هكاكا. صحيح وقتها انا اون سانتي بولدي، ولدي توا عمره 8 سنين. اي سي عبد الجبار وطارق حرار. سي عبد الجبار وطارق حرار لحد العشيه. محلاك الاجواء ما صاب ترجع بالحق، ما احوجنا ليها. اي ان شاء الله. خاصة في وقت كيما هذا. ان شاء الله. هي صحيح. دونك احنا قلنا باش ناخذ من عندك شنو اللي عندك جديد، فاش قاعدين نحضروا، لكن قبل نذكر الساده المشاهدين انه اليوم زاد نحكيو سينما في اخر بلاتو معنا اليوم، نعطيكم شنو اللي فما في القاعات ان شاء الله في الويكاند، تاخذوا شويه برامج المواعيد الثقافيه وشنو اللي صار زاد في الاسبوع هذايا. ولكن زاد نستدعاكم انه تخليوا تعليق على صفحه التلفزه تقولوا فيه انكم تحبوا تمشيوا تتفرجوا في فيلم شرش لوليد مطار، فيلم حلو برشا، متحصل على 3 جوائز في الجي سي سي، تاخذوا معنا دعوات حتى تمشيوا تشوفوه وتعرفوا اكثر شنو رايكم انتم في الفيلم هذايا. والافلام التونسيه برشا هلايمات موجوده في القاعات. نرجع معك ناجحه، قلنا قاعده تحضر في حاجات جديده. انت زاد مشكلتك ونعيب عليك كما برشا فنانين مشكلتك وعيبك تخدموا شويه تغيبوا برشا من بعد تعاودوا ترجعوا بعد تغيبوا برشا ما تظهروش برشا وما توصلوا لناش خدمتكم برشا. الله غالب ما هك تشوف كما كنت نحكي توا الفنان عنده برشا فنانين قاعدين يخدموا، لكن مالوروزمون مانيش قاعد مش قاعدين نشوفين في التلفز، لانه بالحق احنا توا ما احوجنا كما قلت لك قبيله للوطنيه واحد والوطنيه اثنين، هذيك متاعنا. أي. اللي تقدم الفنان التونسي، والحقيقه كل ما نقدم حاجه كل ما يكونوا سند ليا معناتها اعلاميا، لكن هذا ما يكفيش لانه ما عادش فما برامج في الوطنيه واحد واثنين. عندنا حنا بعل، عندنا القنوات الخاصه. ثم موجود عندنا منوعه السبت، عندنا العشويات زاده في الوطنيه الثانيه. ما يمكن انتم زاد تحبوا اكثر الفنانين، تحبوا في مجال كبير الكل وغناء. كي لي فاريتي اللي كنا قبل مستنسين بهم نهار السبت ونهار الاحد باش يقدم فيهم الفنان انتاجه، لانه كما قلت لك برشا فنانين قاعدين يخدموا وقاعدين يقدموا، لكن مع الاسف معناها تلقاه يسمع فيه وحده البرودوي، يسمع فيه وحده في الدار. مش زاد حاجه اخرى زاد ناجحه احنا نتناقشوا معناها مش يمكن زاد الراب والمزود غطاو على الوتري في تونس؟ لا ما غطاوش، لكن ثم بعض القنوات قاعده تقدم في 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 برودوي معين يحبوه الصغار نتاعنا يستهلكوه. مالوروزمون نعيبها برشا، لانه اعطي مثالش اعطي للراب حقه، لكن ما تنساش الفن نتاعنا التونسي الاصيل الشرقي اللي هو ليسونسييل. فما فن معناتها قاعدين نسمعوا، لانه هذوكم صغارنا نهار اخر رانا نتحاسبوا بهم. نهار اخر تلقاه انا ولدي عمره 8 سنين يوصل عمره 20 سنه، شنو هو باش شنو هو في جرابه، شنو هو باش يغني لي، شنو باش يقدم من ثقافه. معناها فما لي راب كما قلت لك اعطيه حقه، لكن ما تنساش الفنون الاخرى. معناها احنا توا في في عصر معناها عصر الانترنت وعصر الزيه، اعطيه حاجه ثقافيه، حاجه يتعبى بها، معناها حاجه باش للزمن نهار اخر يلقى روحه مليان، يلقى روحه مثقف. كيما احنا لقينا صليحه وعليا وزهيره سالم وزهيره سالم. اي ومن نهار اخر شبش يلقى هو يلقى ما نجمش نذكر معناتها شكون شبش يلقى. اغاني خفيفه، اغاني خفيفه موجوده توا، اغاني ما نجمش نقول عليها خفيفه بصراحه. فهمتني انا توا ما تسمعش راب انت ناجحه؟ والله بالصدفه معناها انا عندي ولدي مثال مغروم بالراب. يجي يغني لي يقول لي ماما زعما نحرق ولا ليلى. نقول له يا وليدي مازلت 8 سنين زعما تحرق ولا ليلى. بورتون انا غنيت يمكن زاد الراب ما نجموش نلوموا عليه لانه نجح
نحب ولا نكر ونجح في انه يفك السوق. وقت اللي نلقاو اليوم احنا اغنيه بلطي وحموده يا ليلي يا ليلا، معناها صغار وكبار حافظينها وانتشرت في العالم، وفي لبنان يعاودوا فيها وفي امريكا يسمعوا فيها، معناها نجح ثم حاجات حلوه ثم لكن كما قلت لك ما نقصيوش الفن الاخر، كل حاجه وبلاصتها. كي تتفرج في بعض البرامج معناتها بكلها راه بتلقاها، ولا فما برنامج كبير تلقاه عامل بورتري كبير الرابور مازال كيبدا وخذينا من وقته درشنيه وبعد تجيل زياد غرسه اللي هو هرم تعمله ربع ساعه، معناتها تحس ثم اونتر بارونتيز معناتها تطيح قدر للفنان التونسي الحقيقه. به فهمت انا خاطر قلبي يوجعني مثلاً ما نحبش ما نجمش نكون ساعات دبلوماسيه. اي اللي فما مني للفن التونسي. أي. حتى كانسانه مش كفنانه معناها. اي من غيرتك على الفن نفهم كمستمعه. هات نسمعوا احنا الناس اللي يتفرجوا فينا او في الجماعه يقولوا لي هاو الميكرو. هاي. نسمعوا حاجه، اعطيني حاجه تونسيه نتاعنا هكا الناس اللي قاعده تتفرج اليوم وهي تعم في قهوتها وتتفرج في الوطنيه. سيدي واحد خليه يعمل كيف ويسلطن مع حاضر عزيزتي. ولي سمعنا مسيرش نسمعوا دار الفلك من بعد طول دار العشاء. الفلك من بعد طول العشره والدهر حال بحال مرة بمرة دار الفلك من بعد طول العشرة والدهر حال بحال مرة بمرة من غربينا يجي وقت غرة واللي جرى للناس يجرى عليا دار الفلك دار الفلك دار الفلك دار الفلك دار الفلك من بعد طول العشرة. ويعطيك الصحة يعطيك الصحة ميرسي بوكو ناجحة. هات نرجعوا احنا لجديدك انت واللي قاعدة تحضر فيه وعندك برشا خدمة احكي لنا عليها واعطينا أكثر تفاصيل. عندي عمل خدمته السنة الفارطة ميساج خليني نحكي عليه لأنه ما خذاش حقه في البرمجة لأني أنا قصرت فيه الحقيقة. أي. بحكم أني عديت قرابة 6 شهور نحضر في عمل العطش واللي بالحق معناتها وزارة الثقافة مشكورة اللي دعمته. عرض كبير في 30 عنصر معايا في السين ان شاء الله سنه باش نقدمه للمهرجانات الكبرى لانه عمل كبير كما هذا ماذا بيا يمشي للمهرجانات الكبيره والصغيره. انا عندي كيف كيف الجمهور هو بيدو مي كما تعرف معناتها البيدجي نتاع عمل كما هذا ما ينجم يكون كان في مهرجانات دوليه. معناتها عطش كان من تلحين الفنان والملحن سمير شعير وكلمات صاحبي شعير الاخراج ل بشير الزمامي معايا كوريغراف لطفي بوسدرة. الحقيقة قدمنا عمل حتى كي قدمناه في العمل المقابلة الأول ما يسمى في العمل المقابلة الأول معناها برشا حضروا له صحفيين وعجبهم وإن شاء الله سنين نقدموه للمهرجانات الكبيرة. اون باراليل قاعدة نحضر في شبابك المحبة اللي هو أوبيريت معايا فيها زوز فنانات اللي أنا الحقيقة اخترتهم بحكم أنا الحقيقة شوية عاطفية ديما في الخدمة نمشي حتى بعاطفتي أكثر. معايا أسماء سليم ومعايا عالية بالعيد اللي نقدم لهم تحية في العمل هذايا من كلمات الأديب والشاعر السياري صديقي برشا ومبروك السياري وتلحين سمير شعير. سمير عندي معاه برشا خدمة معناها إن شاء الله باش ترى النور قريبا أبار هذايا عندي زادة مجموعة أغاني معاه إن شاء الله خدمة قاعدين نخدموا ديما نخدموا علاش قلت لك معناها العرض الكامل والمتكامل اللي تتحدث عليه مدعوم الوزارة وإلا من تمويلك أنت ولا معك منتج ولا كيفاش؟ هو العمل هذايا بدعم من جمعية تونس والسلام اللي أنا عضوة فيها ورئيس جمعيتها عماد بن زغدود اللي إن شاء الله كذلك عنا نهار 26 جانفي خليني نقولها دعوة لكل الفنانين والمبدعين مش يكونوا حاضرين يوم 26 جانفي هو عرس الثقافة بامتياز الحقيقة. هي سهرة حنين
سهرة الوفاء والحنين. الناس عطات من حياتها ومن دمها للفن في جميع الاختصاصات، سواء سينما، مسرح، فن، طرب، معناتها كله يجمع في الفن. اللي شكون اللي باش يكون معناها شكون باش تكرم وشكون باش يكون برشا برشا عندنا قرابة 15 تكريم لمجموعة فنانين. اختار لي منهم فنان نسمعوا له حاجة تو. هو استنى خليني عن تذكرت تبارك الله 15 فات ال 15 فكر لي واحد من 15 اي 15 من جميع الـ الـ الميادين. خليني تو نتذكر. اختار لي اغنيه تونسيه اخرى مثال حتى لين تتفكر نسمع حاجه اخرى، والا كان تحب نسمع حاجه من الاعمال اللي قاعده تحضر فيها نسمع حاجه لك انت. اي اكيد عندي اغنيه يحبوها برشا لي فان متاعي يا مريم، اللي بالحق معناها عجبت العباد حتى في العمل اللي قدمته، معناتها بريسك هما قرابه 15 اغنيه. الاغنيه هذيك نحسها مست برشا ناس. هو عمل تراثي لكن كي تسمعه تقول من الأغاني التراث، ما هو بكلمة جديدة ولحن جديد واضح به. يا مريم يا ديت من المشتر يا نجع اللي مفارق ناسا وقصد بر الناس، هاي لما راعي قلبي وحساسة يرايني لباس. ويا مريم يا سمح الباس شيب نقري الراس، هاي خشي للجحفة برباصة ومحفلكم لباس، ونقعد بين جبالي ومعلاها لجبال، هاي مريم زهوة بالي راح معاك البال، وهذا هو حالي ومكتف بحبال حليل البحر مالي وقطعوا للانفاس، حليل البحر مالي وقطعوا للانفاس. يعطيك الصحة. أنت تقولي أغنية نجحت وحبوها الناس اللي تبعوا فيك، علاش ما نشوفوهاش كليب؟ إن شاء الله أنت سبقت ولا إن شاء الله الأغنية هذية باش نقدمها في كليب إن شاء الله في الأيام الجاية. علاش قلت لك عندي برشا خدمة، ما نحبش نحرق المراحل. بشوية بشوية قاعدين نخدموا الأغنية شبابك المحبة قاعدة تطيب على نار هادية. كيف كيف الكليب إن شاء الله ما زلت ما بديتش في التنفيذ نتاعه. كيما قلت لك سهرة حنين إن شاء الله زاد كيف قاعدين نخدموا فيها في خدمه كبيره، وان شاء الله تكونوا حاضرين معانا انتوما، لانه فيها حتى برشا اعلاميين وباش يقدم السهره اخونا حاتم بن عماره الاعلامي القدير حاتم بن عماره اللي نقدموا له تحيه بالمناسبه، وحتى هو نقولوا له وينك يجي للتلفزه رانا في حاجه ليكم موجود في قناه حنا بعل كل مره التجربه وين تهز اكيد. ان شاء الله بالتوفيق ليه. ان شاء الله احنا كنا نحكيوا على الكليب ناجحه، وقلت لي انت انه تم تقصير من الاعلام، فما زاد تقصير يمكن زاد منك انت، قلت لي ساعات نقصر في حق عمل على حساب عمل اخر، على حساب عمل يمكن قد يكون ماخذاش حقه في انك تخدم عليه اكثر. أي. لانه تركز على برشا حاجات فرد وقت. وقتاش نلقاو ناجحه جمال في النجاح الجماهيري ونجمه افيش وتكسر الدنيا وتعمل كليبات يتعداو وقتاش وقيت ناجحه؟ معناها تبارك الله الكارير موجود، الصوت شنو اللي ناقص؟ انا ديما نقول هذيك من عند ربي الشيء هذيك. انا نخدم نسعى نحاول باش نقدم الاضافه، وهذيك الحكايه هذيك نخليها بيد ربي، معناها ما مش قاعده مكتفه يدي ونقول له يا ربي يا وقتاش. انا عليا بالبركه، انا عليا بالحركه، ربي معناتها هو باش يبارك لي في الشيء هذاك. وان شاء الله ان شاء الله جاي خير وكهو معناها. لكن ديما ما نيأسوش، يلزم خليني كلمه نقولها راهو بالحق احنا في حاجه، لانه حتى في اعمالي توا خاصه في شبابك المحبه فيها برشا تدعو الى الحب والسلام بين بعضنا، مش راهو شعار نقولوه وكهو، بالحق خلينا نحبوا بعضنا خاصه في الوقت هذايا لبلادنا في حاجه لينا، سواء من سياسيين سواء من عباد حتى من جيران. كين الصباح نقوموا ونتقابلوا في الباب، كي نضحكوا لبعضنا هذيك تعطي موجات ايجابيه لجارك. وتخرج انت في اطار حلوه وفي وعندك طاقه باش تقدم حاجه باهيه للناس ولاولادك ولعائلتك.
كله مربوط ببعضه. هذا راهو باش يكون موضوعنا بعد شويه، الطاقه الايجابيه والتفاؤل ومنين نجيب وك الضحكه رغم الضغط ورغم ستريس. باش يكون بعد موعد مع شكري للعياري خبير التنميه للبشريه، معاه باش يعطينا لاستوس كيفاش نكونوا متفائلين. كيفاش فما ساعات انسان تلقاه رغم مشاكله رغم الضغط رغم ظروفه الماديه رغم ظروفه ساعات في الخدمه ويضحك، وقتاش وكيفاش نجموا هالضحكه هذه نقلعوها رغم الظروف ورغم الدنيا الكل. ان شاء الله، لانه بالحق كما قلت لك رانا بالحب نجموا نتجاوزوا كل شيء، لانه بلاش حب وانسان مش في داخله حب باش يقدموا للاخر ما نجموش نتواصلوا ما نجموش نقدموا ببلادنا. بهيايا في اطار التفاؤل والجو الريتم ونسق الصباح، يعطيني حاجه سمعني حاجه نختموا بها فيها هكا موجات ايجابيه وشويه طاقه. شنو نقترح انت بسالش؟ نقترح تونسي. اي تونسي 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 فيه ريتم. تراه ليكيب اقترحوا معانا حاجه تونسيه اغانيها هي عندك أغنية حاجه فيها ريتم هي ياسر تربي راهي عطيونا حاجه فيها نسق. يا صباح الخير. حاضر عزيزتي غني معايا على شرط. غني غني صوتك انت احلى. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا تيرارام تيرارارا الكروان غنى وصحانا وصحانا الكروان غنى وصحانا والشمس يطلع في ضحاها والطيرة هي رايحة في السماء يلا معانا يلا معانا يلا معانا يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. اسمع جماعه مازالوا يحبوا يزيدوا، قالك قلنا تونسي مش تونسي هي التونسي. حاضر حاضر حاضر. اعطيونا اقتراحات جماعه شنو هو تونسي تحبوا تونسي. حاضر عزيزتي حاضر. الجاموسي قالوا لك حاجه الجاموسي. يحبوا انتاجي راهو. انتاجك هيا سيدي خليه انتاجها هي. تو نعمل لكم اسمع يا مغرور لا تغرك الايام والايام تدور ويقعد كان كلام. اي اسمع يا مغرور ما تغرك الايام والايام تدور ويقعد كان كلام. اسمع يا مغرور ما تغرك الايام والايام تدور ويقعد كان كلام. بوهامك متعلي وانا ذبتي بكلي بوهامك متعلي وانا ذبتي بكلي وننقول تولي زيد على قدام وننقول تولي زيد على قدام. هذه نهديها لسهام خاطر سهام تحبها. سهام المناعي تحبها. باهي في نفس الموجات الايجابيه نختموا بحاجه للفريق القومي الفريق الوطني اليوم يلعب مباراه في بطوله افريقيا لكره اليد. شو نقولوا له؟ نقولوا له مربوحه ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه. ربي يرحم الهدي التونسي. ما يسالش نعملهم مقطع صغير من ام كلثوم خاطر فما شكون قال لي على ام كلثوم. عاد ليكيب ناسيونال ام كلثوم. حاضر مالا نعملوا شنو هو مربوحه؟ اللي العيد اللي العيد اللي العيد اللي العيد فرحه فرحه والعمر جديد العمر جديد العمر جديد اللي العيد اللي العيد اللي العيد اللي العيد فرحة فرحة والعمر جديد العمر جديد العمر جديد ربي يتم علينا أفراحنا ويجمع شملنا سنة وسنة ربي يتم علينا أفراحنا ويجمع شملنا سنة وسنة في ليلة زينة يتم الهنا في ليلة زينة يتم الهنا الليلة 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 عيد. برافو يعطيك الصحة ناجحة. ميرسي بوكو. عملنا لك هكا شوية كليب كليب
يعيش. شنو هو مازلتوا تحبوا مزيكا؟ مازالوا يحبوا جماعه عاود عاود قالوا لك خذوا لهم بخاطرهم نختموا بام كلثوم. ما عندي ضيف يستنى في الكواليس. حبيب قلبي أرم حبيب قلبي وفاني في معاده وطول بعد ما طول بعده حبيب قلبي وفاني حبيب قلبي قابلني وهو متبسم وطمني على وصله وقال لي بعد ما طمن كلام القلب يرقص يرقص له كلام القلب يرقص له. خبو يعطيك الصحة، ميرسي بوكو اللي خذيت بخاطر الجماعة عملت لهم هكا شوية تشكيلة صباحية، ميرسي بوكو. هذه راهو لافونتاج ما تلقاهش مع الفنانين الكل، تلقاه مع الفنان اللي يبدا عنده صوت عنده فيه ثقة. ميرسي بوكو ناجحة، إن شاء الله نكونوا معاك في الأعمال الجديدة الكل، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله هكا نشوفوا ديما فنانين توانسة قاعدين يخدموا قاعدين يحركوا، لأنه صعيب نعرفوا ما فماش شركة إنتاج، نعرفوا الأمور صعيبة، لكن بشوية بشوية إن شاء الله الأمور الكلها تكون كيما أنتم تحبوا، ربي يوفقكم. احنا مواصلين وقلنا لكم البداية باش نحكيوا على شو نقولوا برشا يحبوا الفريب، برشا يمشيوا للفريب، لكن الناس الكل ولات تقول اللي حتى الفريب الملابس المستعمله ولات غاليه، علاش؟ وهل انه هالازمه الاسعار والارتفاع في الاسعار وصل حتى للملابس المستعمله؟ هذا باش نفهموه بعد شويه مع سي فتحي ضيفنا اللي هو رئيس الغرفه الوطنيه لتوريد وتصدير ورش كله الملابس المستعمله، يكون بحذينا جوست بعد الفيتير اللي مشينا فيه مع زميلنا ياسين فغالي، مشينا عملنا طلع على الحوانت اللي يبيعوا في الملابس المستعملة وسوق من الأسواق المعروفة برشا في تونس العاصمة للملابس المستعملة، نشوفوه ثم نرجعوا.